أقام مستشفى الجامعة بالشارقة فعالية المختبرات الطبية، وذلك ضمن أسبوع المختبرات الطبية العالمي الذي يعقد من 22 إلى 28 من أبريل الجاري. ويأتي الاحتفال السنوي الذي شارك فيه 300 من المترددين على المستشفى للاحتفاء بالعاملين في المختبرات الطبية وأخصائي الأمراض الذين يلعبون دورا حيويا في الرعاية الصحية. وتهدف الفعالية إلى زيادة الوعي العام حول الجهود الاستثنائية التي يبذلها العاملون في المختبرات ودورهم في التشخيص الطبي، وأيضا توعية الزوار والمرضى بدور المختبر التشخيصي.